السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في هذه التغطية المباشرة للكونغرس الإعلام العالمي للإعلام بيومه الثاني طبعا من قناة الظفرة ومن أرض مدينة المعارض في أبوظبي بنسخته الأولى. هذا الحدث الفريد الذي طبعا هو اليوم الثاني، هناك جلسات نقاشية، هناك ورش أعمال أيضا تحمل عناوين مختلفة، لكن اليوم محورنا هو التسامح. نعم نحن بحاجة لأن نلتقي، ونعم نحن بحاجة إلى أن نسمع بعضنا، بحاجة إلى أن ننصت للآخر، بحاجة إلى منصات لنشر المحبة والقيم الإيجابية. نعم نحن بحاجة لتعزيز التسامح، تقريب وجهات النظر بين الشعوب، وأد الفتن وفض المشكلات، وهذا يبدو أنه هو غاية الإعلام وهدفه. يوم 16 نوفمبر هو اليوم العالمي للتسامح، ولقد تبنى الكونغرس العالمي للإعلام هذا المحور، وسنتحدث مع ضيفي أيضا في الاستوديو عن التسامح في وسائل الإعلام. دعوني أرحب بضيفي الأستاذ فيصل باروت، مدير إدارة تحرير المركزي في وكالة أنباء الإمارات وام. أهلا وسهلا فيك. يا مرحب، حياكم الله. في البداية شكرا على هذه الاستضافة في هذا التجمع الإعلامي، لنقول الإعلام الكبير الذي يجمع كل الإعلاميين وكل المهتمين بالشأن وصناعة الإعلام على طاولة واحدة، وهو يجسد لنقل رمز من رموز يوم التسامح والتعايش التي يحتفل به العالم، وتحتفل به بكل تأكيد دولة الإمارات العربية المتحدة. الكونغرس العالمي للإعلام هو سيكون أحد المنصات التي ستحتفي بهذا الحدث في كل عام إن شاء الله. أكيد، وهو موجود ضمن أحد الجلسات الافتتاحية لليوم الثاني على التوالي لكونغرس الإعلام العالمي التسامح في وسائل الإعلام. دعنا نتحدث بداية عن أهمية انعقاد الكونغرس العالمي للإعلام في هذا التوقيت، وخاصة أنه وكالة أنباء الإمارات وام جمعت وسائل إعلام عالمية على أرض مدينة المعارض في أبوظبي. ما هي الوسائل أو ما هي الأهداف التي ترجوها أيضا من انعقاد الكونغرس وجمع هذه الوسائل جميعها؟ أكيد، وكالة أنباء الإمارات منذ تأسيسها والنهج التي تتبعه هو النهج الذي منعكس طبعا من سياسة دولة الإمارات فيما يخص التسامح والتعايش والتأقلم مع كل الثقافات المتواجدة. عرف عن وكالة أنباء الإمارات خلال الفترة الماضية بأنها سعت وكانت لها مبادرات كثيرة فيما يخص تعزيز مبدأ التسامح في العمل الإعلامي. كانت هناك لنقل تحالفات إعلامية معنية بالتسامح، بحيث أن كل وسائل الإعلام تأخذ أو وسائل الإعلام المنتمية لهذا التحالف يكون لها تصنيف خاص ومخصص معني بالتسامح، يتم تبادله ما بيننا وما بين شركائنا. اليوم المعرض، لنقل معرض إلى حد كبير يجمع المحتوى ويجمع الجانب الفني والتقني وكيفية توظيفه في صناعة الإعلام. هناك المؤتمر والجلسات وورش العمل، لذلك كلها تنطوي أو لنقل بشكل أوضح أنها تصب في المبدأ الرئيسي والذي يعني يتحدث عنه مبدأ التسامح، وهو التعايش والاجتماع كلنا على طاولة واحدة لمناقشة القضايا طبعا التي تهم الإعلام، ولكن بطريقة مهنية واحترافية تخدم التسامح والتعايش في مختلف دول العالم. نعم، كونك أيضا رئيس تحرير بوكالة أنباء الإمارات وام، ما رأيك، هل يقوم الإعلام بواجبه تجاه قضايا الشرق الأوسط في ظل الصراعات ووجهات النظر المختلفة اليوم؟ ما هو دور الإعلام في الشرق الأوسط، خاصة بعد تقريب وجهات النظر وأد الفتن، وهنا يكمن مبدأ التسامح؟ الإعلام الإعلام أعتقد كل وسيلة إعلام لها سياسة تحريرية خاصة في إدارة المحتوى الذي تنشره. أخذنا نحن على عاتقنا خصوصا في وكالة أنباء الإمارات أو حتى في دولة الإمارات، نرى بأن وسائل الإعلام إلى حد ما تحاول أن تفيد الشارع المتلقي لأخبارها أكثر مما تحدث الفرقة فيما بين سواء كان بشكل حيادي، بشكل يعني في النهاية
الإعلام وجد للإصلاح وليس وجد للانتقاد ولي يعني لإثارة الفتن والتطرف. ولكن هناك بعض وسائل الإعلام هي تخصصت في هذا الجانب. صحيح. ولكن يبقى نفسها إلى حد ما بسيط، أخطائها راح تكون كثيرة لأنها في مرحلة ما راح تبتعد عن المهنية. ولكن إذا ما وظف الإعلام في جمع الشعوب وفي جمع الأمم، أعتقد بأن هذه هي الرسالة النبيلة. وأصلاً نحن حتى لو أخذنا يعني أمثلة بسيطة، أنا عندي مثلاً في البيت سواء كان أبنائي أو أصدقائي أو من ما كان، كل اللي يريد يتابعه إما أنه يستمتع فيه أو يعني ينظر إلى الأمل مترجم بهذه الكلمات التي تخرج من فيها المذيعين أو الكلمات التي تكتب أو حتى من الإذاعات. لذلك من الضروري على 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 وسائل الإعلام أن تنتهج هذا النهج وأن تعمل على ما يجمع وليس ما يثير. نعم، وقد أثبتت ممكن التجارب عند الكثير من المتابعين والمشاهدين حسب استطلاعات الرأي أن القنوات التي لها أجندة خاصة في تفرقة الشعوب يعني أصبحت هناك رؤية لها سلبية. يعني خلينا نحكي أيضا أستاذة فيصل، وزارة التسامح والتعايش هي موجودة أيضا في الإمارات وتحاول زرع بذرة التسامح والتعايش وهو متأصل أيضا عند الشعب الإماراتي. كيف ممكن أن نستفيد اليوم بما أنه هناك العديد من وسائل الإعلام العربية والعالمية من هذا النهج وهو التسامح والتعايش؟ أعتقد بأن نهج التسامح والتعايش انعكس علينا نحن كمؤسسات، ليس مؤسسات حكومية فقط ولكن المؤسسات المتواجدة في أرض دولة الإمارات الطيبة. وأعتقد بأن الكل مستفيد، إن كان الهدف استثماري، إن كان الهدف ثقافي اقتصادي، كان مجتمعي. التسامح هو دائما ما يكون، أو التسامح والتعايش، ونحن دائما نذكر التسامح والتعايش بحكم أن متى ما يعني كانت عندنا قناعة التسامح والتعايش بأن أمارس يعني عقيدتي وأمارس من دون الإخلال ومن دون التجاوز على أي حد ما، وتكون عندي الحرية بممارستها وكذلك بالعيش في مجتمع متنوع، أعتقد هذه هي القيمة المضافة لما تم ترسيخه سواء من قيادتنا في دولة الإمارات أو حتى بالمؤسسات المعنية. ونحن نتحدث عن وزارة التسامح، في عندنا نحن في وكالة أنباء الإمارات في عندنا تصنيف للتسامح. التصنيف التسامح هذا ممكن إذا رجعنا لبداية اللقاء، نحن عندنا تحالف مؤسسات إعلامية تتحدث عن كل الأخبار المتعلقة بجمع الشعوب بالتسامح، بكل المبادرات التي تندرج تحت هذه المظلة. لذلك اهتمامنا نحن في وكالة أنباء الإمارات في هذا خلينا نقول المحور الأساسي في تعايش الشعوب وفي سير الأعمال وتكملة الحياة، أعتقد بأن هذا انعكاس طبيعي جدا لطبيعة أهل الإمارات وحكامها وحتى القوانين التي توضع لتراعي هذه المسألة. دائما نقول بأن أنا بالنسبة لي يعني شخص يعمل بالإعلام ومطلع على التاريخ، دائما ما أقرأ التاريخ والتاريخ لا يذكر إلا الأعمال الصائبة، لا يذكر إلا من سعى إلى لم الفرقة. وهذه نماذج، هناك نماذج كثيرة عبر التاريخ تتحدث عنها. والمصيبة الأكبر والأدهى بأن كذلك التاريخ عندما يذكر الأدوار التخريبية يذكرها بكل حيادية لأنه خرج من هذه الحقبة. لذلك هذه يعني قد تكون دعوة من كل وسائل الإعلام ومن تحالف وسائل الإعلام للتسامح والتعايش بأن نستذكر أو نقف قليلا عند التاريخ، ننظر إلى ما بعد 100 عام كيف سيذكرنا التاريخ، هل سيذكرني كوسيلة إعلام ساهمت في بناء وفي ترميم وفي رأب الصدع ما بين الشعوب، أو أنني وسيلة إعلام ساهمت في خلخلة المشاكل. وهنا لا أتحدث على الأنظمة الكبيرة، أتحدث حتى على مستوى الشخصيات البارزة عندما أوجه لها وأشهرها في وسيلة الإعلام، وأنا عندي الأداة أني أصل لها إذا كان مثلا بدر منها أي خطأ ما،
هنا أعتقد بأن من الضروري أن نقف ونرى كيف سيتم تقييمنا بعد 100 سنة عندما يكون الحديث عن هذه الحقبة بكل شفافية. أنا بكل تأكيد ومتأكد أن كل النقاط سواء كانت إيجابية وسلبية ستذكر بحيادية، لأن في وقتنا الحالي التوثيق صار أسهل من أن الواحد يبحث في مراجع كثيرة. أكيد. بما أنك ذكرت أنه بعد 100 عام، دعنا نعود إلى الكونغرس العالمي للإعلام أيضا الذي أطلقتم شعار صناعة مستقبل وصياغة مستقبل الإعلام. يعني دعنا نتحدث، هل هناك آليات جديدة لاستشراف مستقبل جديد للإعلام، بما أنه هناك في كل يوم أجندات وجلسات نقاشية بمحاور متنوعة، هل وضعتم هذه الآلية أو توصلتم إلى بعض منها؟ نعم، واحدة من المحاور الرئيسية والأساسية في الكونغرس العالمي للإعلام هو استشراف المستقبل. استشراف المستقبل ليس بالجانب الفني بقدر ما هو وضع منهجية إعلامية تسرع العمل الإعلامي وتسرع تطور العمل الإعلامي، سواء كان عمل فردي أو حتى كان عمل مؤسسي لمؤسسة تنتمي، يعني تكون هي بحد ذاتها المؤسسة الإعلامية أو أن تكون عندها أذرع. بالأمس شهدنا حوار سعادة المدير العام سعادة محمد جلال الرئيسي مع الشخصية الافتراضية في حوار الميتافيرس. هذا ما نراه نحن في الإعلام خلال السنوات القليلة القادمة، لأن التسارع الخطوات التسارع بدأت يعني تأخذ لنقل يعني ضبط سرعة بشكل أكبر مما كانت عليه سابقا. لماذا؟ لأن متى ما توفرت المنصة التي تجمع ما بين الدراسة والممارسة وكذلك التشريعات والمنهجيات التي توضع، أعتقد بأن سننطلق بشكل سريع ومحفز، ومعظم دول العالم حاليا تدعم جانب الابتكار والتنوع في ما يخص الإعلام، سواء كان إعلام مرئي، إعلام مقروء، مسموع، ولكن صحيح. يبقى يعني الاهتمام بالابتكار حتى لا نقع في نفس فخ بداية ظهور وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. عندما اعتبرت وسائل التواصل الاجتماعي هي المنافس، بينما هي كانت ذراع مكمل للإعلام. لذلك صحيح. الآن نحن على يعني أمام نقطة تحول في توظيف كل هذه التقنيات لخدمة الإعلام، سواء كان إعلام وأحب أن أطلق عليه دائما الإعلام الأصيل، سواء كان قنوات تلفزيونية أو إذاعات أو صحف أو حتى الإعلام الجديد الذي أصبح لا يمكن أن تنجح مؤسسة إعلامية ما أن يكون لها ذراع من هذه الأذرع. لذلك نعم، استشراف المستقبل أخذ حصة ومكانة كبيرة في الكونغرس العالمي. نعم، ويبدو أنه تطويع أيضا التكنولوجيا والاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي جدا وجزء مهم بالمرحلة المقبلة لوسائل الإعلام، كما يعني فهمنا من الجلسات النقاشية. اليوم أنتم كوكالة أنباء أيضا قلنا قد جمعتم العديد من وسائل الإعلام، ماذا ستستفيد الإمارات من هذا الحدث الذي أقيم على مدينة المعارض في أبو ظبي؟ كيف يعني ستستقطبون وسينعكس على الإمارات؟ كذلك واحدة من أهداف إقامة الكونغرس العالمي للإعلام هو إعطاء الفرصة لمختلف وسائل الإعلام أن تجلس على طاولة واحدة لمناقشة بعض القضايا التي تجمعنا أكثر من القضايا التي تفرقنا. لذلك شهدنا خلال اليوم الأول واليوم اللي هو اليوم الثاني وجود اتفاقيات تعاون ما بين مختلف وسائل الإعلام. صحيح. وكالة أنباء الإمارات لديها أكثر من 85 شريك حالي وعدد كبير من الشركاء المحتملين، خصوصا من المشاركين في هذا الكونغرس أو حتى من اللي سمع عن هذا الكونغرس وصار عنده اهتمام أنه يكون جزء منه في النسخ القادمة. نعم. فما نراه حاليا بأن وجود هذه الكوكبة من مختلف وسائل الإعلام، نحن نتحدث عن وسائل الإعلام من أمريكا اللاتينية، من أوروبا، من أفريقيا، وكل مكان له خصوصية
في طرحها للمعلومة، يعني يجتمعون في هذا المكان لتكون فرصة لتبادل الخبرات، لتبادل لنقل حتى الكفاءات فيما بينهم، البرامج التدريبية. وهناك مبادرة مجتمعية يعني أطلقتها وكالة أنباء الإمارات وام خلال الكونغرس، وهو استضافة عدد من الصحفيين الشباب من مختلف دول العالم. نعم. الذين تكون فرص تعلمهم أو فرص تطورهم في الإعلام تكون محدودة بسبب الموارد التي لا تكون في إلى حد ما متاحة. لذلك هي التجمع هذا هو تجمع بالفعل إعلامي وسيخدم. هناك الجانب الآخر إذا سمحتي لي أن أذكره بأن ركز سريعا قبل الفاصل لنعود أيضا محور التسامح أستاذ فيصل بشكل سريع. الجانب الآخر هو جانب التبادل الإخباري. اليوم كل وسائل الإعلام هنا لديها إنجازات سواء كانت في دولها أو في مؤسساتها التي تنتمي لها، لذلك هذه فرصة لتبادل الأخبار فيما بينهم، وتكون الأخبار التي تطلع على السطح تكون هي الأخبار التي تدعم من الجانب الابتكاري. نعم. فاصل وسنواصل لقاءنا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد أستاذ فيصل. يعني بالعودة إلى محور التسامح وهو المحور الأساسي اليوم، كونه اليوم العالمي للتسامح، ما هي آلية وسائل الإعلام لنشر قيم التسامح في المجتمعات؟ أعتقد أول محور وأهم محور أساسي لابد أن يتم التقيد فيه من مختلف وسائل الإعلام هو الالتزام بالمهنية. الالتزام بالمهنية يعني ينتشل أي وسيلة إعلام لنقل من براثن التزييف أو الإشاعة أو نقص المعلومة. المهنية لها يعني عدة أركان، أحدها التحقق من المعلومة، متابعة المعلومة، وكذلك من الجوانب الأخلاقية، ما إذا كانت المعلومة هذه ستخدم أم أن راح تكون لها تبعات أو تداعيات أخرى. لذلك كل هذه العناصر ما إذا توفرت في الإعلام وأسقطي هذه العناصر سواء كان على الإعلام الأصلي أو الأصيل أو حتى الإعلام الجديد، سواء لأفراد أو حتى لمؤسسات، طالما توفر، طالما أن هذه العناصر توفرت سنجد بأن عندنا نظام أو إعلام رصين يحاكي عقل المتابع وقلبه أكثر ما يحاكي عاطفته فقط، سواء لاستثارتها أو لتحقيق أي ما كانت من المآرب. فمن الضروري أن تكون هذه العناصر متواجدة عند كل وسيلة إعلام. نعم، كميثاق إعلامي لربما يكون عند كل مؤسسة إعلامية. دعنا أيضا نتحدث كيف تلمس قيم التسامح والتعايش في المجتمع الإماراتي للإماراتيين وللمقيمين أيضا، يعني من خلال رؤيتك الصحفية، أيضا من خلال بعض الأخبار، بعض الزوايا التي تكتب، كيف تلمس هذا الشيء؟ هي تبدأ من بداية اليوم قبل أن أتوجه أصلا إلى مقر العمل. أنا في رحلتي من البيت إلى أن أصل مقر العمل أكون مضطر بأن أتعاون مع عدد من الثقافات المختلفة، سواء إذا كان بيني وبينها مثلا خلينا نقول بيع وشراء، إذا دخلت للسوبر ماركت اتكيت التعامل مع الأشخاص ما يكون أيضا حاضر بتعاملي مع مختلف الثقافات الموجودة، إلى أن أصل إلى يعني مقر العمل. في مقر العمل أيضا لابد أن يكون هناك تعايش وتنوع حتى أني أستطيع أن أصل لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور اللي أنا مهتم أني أنقل لهم رسائلنا الإيجابية سواء كانت في الأخبار أو حتى في كل محتوى إعلامي. التنوع أصلا وجد للإثراء أكثر من ما هو يعني وجد للفرقة لنقل أو للتمايز ما بين الجنسيات. اليوم نتحدث عن دولة الإمارات، أكثر من 200 جنسية، نرى بأن دولة الإمارات تتقدم بسواعد أبنائها المواطنين
وكذلك المجهود الذي يبذله كل من هو مقيم في دولة الإمارات. وهنا نتحدث إذا أردنا أن نبسط المسألة، هي المسألة ليست مجرد بناء بالمعنى الحرفي أو مبادرة، ولكن حتى بالالتزام بالقوانين، سواء كان لمواطني دولة الإمارات أو حتى من كل الإخوة الذين دائما ما يكون مرحب فيهم على أرض دولة الإمارات، مجرد الالتزام هو واحد من هي واحدة من الركائز الأساسية في حفظ الاستقرار في البلد، وكذلك دليل جميل أو برهان جميل على مدى كمية التعايش والتسامح في دولة الإمارات. لذلك نعم الدور الإعلام هو ما هو إلا انعكاس لهذه الحالة المتواجدة لنقل في المجتمع الإماراتي هنا في دولة الإمارات، وكما أسلفنا سابقا هو كذلك انعكاس لتوجهات دولة الإمارات وحكامها وأبناء دولتها. نأتي هنا إلى الشق المهني والإعلامي في 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 دولة الإمارات. نرى بأن الإعلام لنقل المشاغب، الإعلام الذي يحاول أن يثير دائما القلق دائما قليل، ولذلك لا نرى إزعاج كثير أثناء عجلة النهضة والتقدم، لأن هناك تركيز على إبراز هذه النماذج المشرفة. وإن كان هناك تقصير، فليس الإعلام هو المساءل على محاسبته كمقام أول، وخصوصا في دولة الإمارات. ونكاد ألا نجد أو نكاد نجد شيء من التقصير في ظل كل هذه الإنجازات التي تتوالى خلال منذ قيام دولة الإمارات إلى وقتنا الحالي. والكونغرس العالمي للإعلام هو بذرة من هذه. أريد أن أسألك عن نفس الموضوع، أنه اليوم الكونغرس العالمي للإعلام هو فرصة للاستفادة من التجربة الإماراتية التي لربما حصدت قيم التسامح والتعايش والمحبة، يعني قوة المحبة اللي هذه أقوى قوة في الكون، بالتعايش الجميل والأمان، وتعتبر من أفضل الدول بالعالم. يعني هذه هي فرصة للاطلاع أيضا على هذه التجربة. نبدأها بتصنيف دولة الإمارات من أكثر الدول أمانا بمدنها وبكيان دولة كاملة بمختلف مناطقها. هذه أول دعوة لكل شخص يأتينا من الخارج، بأن البيئة العامة اللي متواجدين فيها نحن في دولة الإمارات هي بيئة محفزة، بعدها تأتي القوانين والتشريعات التي تخدم مسار التعايش والتسامح في دولة الإمارات، بحكم أن أي جنسية ترغب بعمل لنقل إنشاء بعض الأعمال أو أن تنشئ بعض الشركات، ستجد كل القوانين والأنظمة التي تشرع لهم أو تكفل لهم تواجد كريم يرعى كل احتياجاتهم، سواء كانت ثقافية دينية أي ما كانت. وهذا هو الأساس في دولة الإمارات، في دولة الإمارات وتحديدا في الكونغرس العالمي للإعلام. كذلك نحن ركزنا بشكل كبير على هذه الجزئية. من ضمن المبادرات الموجودة في الكونغرس العالمي للإعلام، قد يكون المسمى هو مسمى تجاري أكثر مما هو مسمى يعني يخص التسامح، ولكنه هو يعني نتاج للتسامح. عندنا برنامج المشترين، كل الوسائل الإعلام، لأن هناك عدد من المشاركين في هذا المؤتمر يزورون دولة الإمارات للمرة الأولى ويرغبون في إجراء بعض العمليات التجارية ما بينهم وما بين شركائهم. هذا البرنامج يوفر لهم هذه المنصة بتوفير منسقين معنيين من 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 لجنة الكونغرس، بأن يعني يقرب فيما بين هؤلاء الاثنين. هذه هي النتيجة الأولى التي كنا نتحدث عنها فيما يخص التسامح والتعايش، بأن أي جنسية أي ثقافة هي دائما ما يكون مرحب بها هنا في دولة الإمارات. وهذه هي النتائج والنجاحات التي نشهدها، ما هي إلا يعني حصاد لما تم زرعه من قيادتنا الحكيمة
في تبني مسألة التسامح والتعايش هنا في دولة الإمارات. نعم أستاذ فيصل، ونتمنى أيضا تحسين المجتمع الإعلامي كوسائل إعلامية بقيم التسامح والمحبة ووأد الفتن، تقريب وجهات النظر من خلال برامج. نتمنى أيضا أن تكون محور موضوعات بالجلسات النقاشية في الكونغرس العالمي للإعلام. أنا أريد أن أشكر حضرتك أستاذ فيصل البارود لوجودك معي ضمن هذه التغطية المباشرة عبر قناة الظفرة لليوم الثاني على التوالي من فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام. شكرا لك أستاذ فيصل البارود، مدير إدارة التحرير المركزي في وكالة أنباء الإمارات وام. شكرا لك. شكرا، شكرا جزيلا. أكيد مشاهدينا تابعونا في تغطية أخرى عند الساعة الرابعة لنتناقش أيضا في جلسة نقاشية أو إحدى محاور الجلسات النقاشية التي يتبناها الكونغرس العالمي للإعلام. إلى اللقاء.